السلام عليكم حبيبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده ان شاء الله هتكلم معاكم عن حاجه سحر 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 للبشره. بصوا، انتوا لو استخدمتوه مش هتحطوا مكان. انا عن نفسي اهو مش حاطه ميك اب خالص، شايفين اهو مش حاطه ميك اب. يلا بقى بينا نبدا الفيديو عشان اقول لكم انا حاطه ايه. انا بس حاطه زبده الكاكاو دي من اماندا. الاماندا دي بتعمل زي لون كده على الشفايف وعلى نسمة حبي، لكن مش حاطه اي برودكت. اهو مش حاطه اي برودكت على بشرتي. ده الكريم والحاجات اللي انا حطاها اللي هقول لكم عليها السحر. لو عايزين تعرفوا انا حاطه ايه على بشرتي كده بتبان اللي هي صافيه ونضره، كملوا الفيديو للاخر. النهارده ان شاء الله هتكلم عن سيرم هيحل مشاكل بشرتك. هو مش هيحلها قوي، بس يعني 90% 80% لو انت بشرتك ما فيهاش اي عيوب شويه، ما فيهاش تصبغات قوي، فيها خطوط بسيطه، الحاجات دي هتتحل باذن الله باذن الله. بس لو استمريتي على الروتين ده، الروتين ده لو مشيتي عليه فعلا بشرتك هيكون صافيه بمعنى الكلمه. فانا النهارده هتكلم معاكم عن سيرم هو هيرونيك، معرفش انا نطقه صح، هيرونيك اسيد، ماشي، معرفش صح ولا غلط، بس هو اسمه هيرونيك اسيد، تمام. اللي هو ده السيرم ده ب 500 جنيه، هو مكتوب عليه هيرونيك اسيد وجرين تي وفيتامين سي وفيتامين اي، بس هو اساسه اللي هو هيرونيك اسيد، تمام. هو من جوه ده من قوس اهو، شكله الجميل ده العسل اللي ما اقدرش استغنى عنه. بس هو حجمه 30 مللي. هو بقى من جوه عامل ازاي؟ هو عباره عن جل، بس جل خفيف. بس شايفين هو ولا جل تقيل ولا جل خفيف، بس لما بتيجي تحطوه على بشرتكوا هتحسوا بلزوجه خفيفه، هتحسي ان بشرتك لو انت حطيتي عليها ايدك كده كده هتحسي بحاجه لزجه، تمام. بعد ثانيه بالظبط ولا ثانيتين خلاص اللزوجه دي بتروح وبشرتك بتشربه. هو احسن حاجه فيه عجبتني ان البشره فعلا بتمتصه على طول، على طول تحطيه على بشرتك البشره بتمتصه، ودي احسن حاجه عجبتني فيه ان هو مش بيقعد فتره كبيره على البشره عشان البشره تمتصه، لا هو على طول اول ما بتحطيه حركات دائريه بسيطه البشره على طول بتمتصه وبتاخد فوائده. بصراحه اللي عجبتني في المنتج ده ان هي بيمتص على طول البشره وبيديكي نتائج على طول، مش بعد فتره، لا بيديكي نتائج بس طبعا مع الاستمرار عشان تشوفي نتيجه كويسه. طبعا هو بصراحه سحر سحر جدا للبشره، بس هل ينفع مع كل البشره؟ ادينا نفس النتائج اللي هو اديهالك. انا هقول لكم كل حاجه في الفيديو ان شاء الله تخص المنتج ده. اول حاجه ان هو بيقول ان هو بيكافح الشيخوخه، ترطيب عالمي للبشره، ان هو بيحبس الميه جوه البشره، بيقول ان هو بيصغر مسامات الوجه، بيزيد من نضاره البشره، بيعمل على وقايه اللي هو ما يخليش الانسجه بتاعه البشره تتلف، بمعنى اصح ان هو بيحافظ على البشره وبيخليها نضره. طب هل هم الكلام اللي بيقولوه ده صح فعلا ولا لا؟ هقول لكم تجربتي معايا وهقول لكم هل الكلام اللي هم بيقولوا عليه ده فعلا صح وبيعمل كل الحاجات دي ولا لا. اول حاجه انا بستخدم السيرم ده مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل، وبستخدمه مع الدرما اللي هي دي. طبعا ان شاء الله في فيديو قريب هينزل عن الدرما وازاي بستخدمها وازاي بحافظ على بشرتي وازاي كان عندي الندوب واختفت، كل الحاجات دي في الفيديو ان شاء الله هقول لكم تجربتي معاها وايه الحاجات اللي بستخدمها مع الدرما، بس مش في الفيديو ده لان انا الفيديو ده بتكلم عن السيرم هيرونيك اسيد. بستخدم الدرما دي مرتين في الشهر مع الهيرونيك اسيد. طبعا انا مش هتكلم دلوقتي عن الدرما لان الدرما ليها فيديو لوحده، هتكلم عن الهيرونيك اسيد. هو ينفع لجميع انواع البشره، تمام. انا من تجربتي معاه انا بقالي حوالي بستخدمه بقاله شهر وي، فانا ما بحبش ان انا اطلع على طول اول ما استخدمه وبقالي اسبوع اطلع اتكلم، لا انا بحب ادي للمنتج شويه عشان اقدر اتكلم عنه على الاقل شهر، يعني انا بحب استخدم الحاجه اكتر من شهر عشان اطلع اتكلم عنها. بس انا المنتج ده لما لقيت فعلا ان هو زي ما انتم شايفين كده، انا مش حاطه اي حاجه اهو، بصوا شايفين انا بدعك في وشي، مفيش اي حاجه على بشرتي اهو، مفيش اي حاجه. طبعا ما تقولي انت بتعملي بالراحه، لا اهو انا بعمل جامد اهو، شايفين اهو اهو مفيش اي حاجه على بشرتي. انا بس حتى زي ما قلت لكم زبده الكاكاو من اماندا اللي تدي اللون ده. فانا عايزه اقول لكم هو فعلا المنتج سحري جدا بجد، انا بحبه جدا، حبيته وما اقدرش استغنى عنه خالص. هو فعلا بيدي نضاره، بيدي ترطيب للبشره، بيحبس الميه جوه الجلد، بيخلي البشره نضره، بيحفز الكولاجين، حسيته كده. ولو عندك اي خطوط في بشرتك بس صغيره صغيره بيمليها، غير كده لو انت لو عندك اللي هي الخطوط اللي هي العميقه اللي هي بتاعت الجبهه والكلام ده لا ما بيشيلهاش، لكن الخطوط اللي هي الرفيعه اللي هي بتاعت سمايل او اللي هي الحاجات اللي تحت العين زي دي كده لا بيخفيها، بس تدريجيا مش على طول، لان هو اصلا مش فيلر، هو منتج سطحي. فلو انت استمرتوا عليه اكيد اكيد. لا قنبله ولا ايه؟
هتلاقوا نتائج بجد مبهرة. بس اهم حاجة ان انتوا تكونوا حذرين جدا وانت تستخدميه حوالين العين، حاولي خلي بالك ما يخشش جوه عينك، عشان طبعا غلط غلط غلط. طبعا انا بستخدمه على شفايفي، بستخدمه حلو جدا جدا، بحس ان هو بيدي فوليوم كده بسيط، بس طبعا هو مش فوليوم، مش بينفخ الشفايف، لا هو حاجة بسيطة كده بيرطبها، وحاسه ان هو بيوردها. وطبعا زي ما قلت لكم ان هو ينفع مع الدرما وينفع من غير الدرما لو انت مش حابة تعملي الدرما او بتخافي منها. بس لو انت حطيتي مرة الصبح وكسلتي تحطيه بالليل، وان انت قعدتي فترة ما تستخدموش وكده، لا مش هيعمل لك اي حاجة، لازم تكوني مع الروتين بتاعك، مش هو يستخدم لوحده. بس كده حبيت افيدكم في الفيديو ده واقول لكم ايه الحاجة اللي هي خلت بشرتي زي ما انتم شايفين كده. مش عايزة كومنتات تقولوا ان انتوا حاطة حاجة، لان انا مش حاطة اي حاجة ما شاء الله، يعني مش حاطة اي حاجة اهو، انا عمالة ادعك لكم بشرتي مش حاطة اي حاجة. وده هتجيبتي مع السيرم هولونيك اسد، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية جديدة. لو انتي اول مرة اشوفكم ما تنسيش تدعميني بالاشتراك وتضغطي على زر الجرس عشان اي فيديو انزله يجيلك على طول. بحبك كتير، باي باي.